Ladies and gentlemen, the 2007 La Nuit des Murex d'Or. Please welcome your host, Jouman Abouaid. مهما تأخر جاي الموعد السنوي لحفل توزيع جوائز الميركس دار تأخر حوالي الأربع أشهر. تأجيل كان قصري، ولكن بتصور أنه ما تجاوزنا المهل المعقولة، لأنه استحقاق الميركس موعد سنوي إذا مش بكانون الأبيض فبشهر أيار الأخضر. مساء الخير للجميع. برحب بداية براعي الحفل معالي وزير الثقافة الدكتور طارق متري. برحب بكل ضيوفنا، شخصيات سياسية، فنانين، إعلاميين، لينزيين وأصدقاء، ومساء الخير لجميع المشاهدين. للسنة السابعة على التوالي تحتفل لجنة جوائز الميركس دار بليلة بتكرم فيها مبدعين من العالم العربي ومن لبنان بمجال الغناء، الموسيقى، وأيضاً التمثيل والإعلام. سهرة الميركس دار صارت مؤشر بدل على حيوية الحركة الفنية، ومن أكبر الاحتفالات اللي بتنقلها سنوياً شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال والفضائية اللبنانية. والليلة سهرتنا منقولة من صالة السفراء بكازينو لبنان، وكل المكرمين الليلي والفايزين بميركس هن حقيقة سفراء فوق العادة للفن وللثقافة بالعالم العربي وبلبنان. بتمنى لكم سهرة رائعة، والكلمة الأولى بعطيها لدكتور زاهي حلو رئيس لجنة الميركس دور. مساء الخير، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. حضرة معالي وزير الثقافة الدكتور طارق متري راعي الاحتفال، أصحاب السعادة السفراء، القائم بأعمال السفارة التونسية الأستاذ محمد مسعود، المستشار الإعلامي في السفارة المصرية وممثل سعادة السفير حسين درار حلمي عشرة، المدير الدولي السابق لأندية ليونز الأستاذ سليم موسان، حاكمة أندية ليونز الدكتورة فيات نجار دبوسي، حضرات الحكام السابقين، أيها الحضور الكريم، أهلا بكم جميعا. أود أولا أن أشكر معالي وزير الثقافة الأستاذ طارق متري على رعايته لهذا الحفل، كما أشكر إدارة كازينو لبنان والـ LBCI ورئيس مجلس إدارتها الشيخ بيير الظاهر، والمخرج بودي معلولي، والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إلي العليا، وكل الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية اللبنانية والعربية وكل وسائل الإعلام. أخيراً وليس آخراً، أود أن أشكر كل أعضاء لجنة التحكيم فرداً وأعضاء اللجنة التنظيمية للجنة جوائز الميركس دور، وأقول هنيئاً لكل الفائزين معنا الليلة، وأتمنى أن نمضي معا أجمل سهرة آملين للوطن العزيز لبنان الشفاء من جراحه والقيامة والعافية. وليكن شعارنا جميعا دعونا نفرح لنجاح الآخرين. عشتم وعاش لبنان وعاش الميركس دور. للسنة الثانية على التوالي بتعتمد لجنة جوائز الميركس دور لمنح كل جوائزها على قرار نهائي بيصدر عن لجنة حكم. علامتها اللجنة بتشكل نصف علامة التصويت. بحب شير إلى أنه أعضاء لجنة الحكم في بينهم مخرجين وكتاب كبار وعندهم أعمال مهمة، ولكن أعمالهم لم تدخل ضمن الترشيحات للحفاظ على أعلى درجات الشفافية والتجرد. منتابع سوا ريبورتاج عن اللجنة.
برأيي كل الناس اللي معهم حق، بس في اشياء فوقت الجمهور ما بيقدر يصيبها، نحن بنصيبها اكثر. العمليه وقعه بالمفترق طريق طريقين، بدك تحكم عقلك او بدك تحكم قلبك او بدك تشوف الناس شو بدها، بس بالنهايه لابد من الخيار والقرار بده يكون واضح. مهم انه نتيجه ديمقراطيه، يعني ما في مره ناخذ بعين الاعتبار المحسوبيات، هيدي اهم شغله. في اخذ ورد يعني ومناقشه طويله وهيك لحتى وصلنا لشيء حقيقه، يعني لازم يمثل الناس ويمثل الواقع اللي عم نشوفه. في خلافات على طول وفي تشاحنات ما بدك، بس بعد هذا كله بالاخر يعني الأكثرية هي اللي بتقرر. أنا بشارك وبعطي رأيي، والقرار بيكون للأكثرية يعني بالتصويت، وهيدا الشيء تعودنا له يعني بلبنان. مبدئياً 70% راضي عنه، في 30% يمكن أكثر شوي مش كتير راضي عنه. لكن بصفتنا اختصاصية بالأمور يلي عم نصوت عليها، مفروض القرار يكون صايب لحتى ما نقول 100% بأكبر نسبة ممكنة. والأهم من هذا كله أنه كانت النتيجة كتير ديمقراطية وكتير صحيحة. هي الجلسة كانت عاصفة جداً لاختيار الأنسب. المفروض دور الثاني يتحدد، يعني مش لأنه دور ثانوي شيء ودور الثاني شيء، يعني مش بطل العمل الوحيد هو المفروض يكون مرشح على أفضل دور، بس هالشيء هذا كان بتقنيات اللجنة ولأنه القوانين تبع هذه السنة، بتصور أنه بسنين تانية بعد الخبر المفروض نتخطاها هيدي ويكون ممثل وممثل. يعني بعتقد في ذهنية لازم تتغير عند النجوم ليطلع هيك إيفنت أهم وأفضل، لسبب بسيط أنه كلهم اللي وصلوا لهون يعني هن كفؤين وهن أثبتوا عن جدارة وأثبتوا عن عطاء وخلق وكل هيدول، وإلا ما وصلوا لهون، وإلا ما كان عندهم كمان الأكترية اللجنة الموجودة هون أو أكترية الجمهور. ما فينا ننكر الأصوات الجيدة يلي الجمهور رح يعرف نتيجتها بعدين، ورح يلاقي إنه نحنا كلجنة كنا ما عم نغفل أبداً رأي الجمهور، يعني كنا دايماً عم نطلع على رأي الجمهور. دايماً بيكون في انتقادات دايماً، بس ما حدا بيقدر يعرف شو في بقلب اللجنة، يعني دايماً بعتقد المظلوم اللي سألتيني عنه هو اللجنة. ويا ريت السياسيين بيتعلموا منها وبيحترموا آراء بعضهم وبيطلعوا بعدين بانتخاب ديمقراطي مثل ما صار باللجنة. مثل ما شفت اللجنة كانت عن جد منصفة واشتغلت مظبوط، واخرجي طلع القرار الحكيم من القرار اللي راح شوفوا العالم. ليلة الميراكس الأخيرة تبعنا كانت قبل سنة وأربعة أشهر، كانت تظاهرة ثقافية فنية كبيرة، انكتب عنها ونحكى عنها كتير، تذكرناها سوا بهالروبورتاج. جوائز كتيرة جدا، إنما هذه الجائزة بعتز بيها جدا من بلد بحبه، بحب أهله، وبعتبر لبنان هي بلدي التانية. بيروت عم تبكي مكسور خاطر، ثقافة توحي ولا تفرض، تقترح ولا تلزم. فكرني حاتبك ولومك وحاسبك. أنا بحب لبنان جداً وبحب أقول كلمة حقيقي من قلبي. إحنا طبعاً في 2005 كنا على طول متابعين كل الأحداث اللي بتحصل هنا، وكلنا كنا فخورين جداً كمصريين وكعرب، وبقول لكم من العالم كله فخور بكل المصابرة والاتحاد اللي انتوا فيه. واذا صار شيء يعني على طول بقول كتر خير الله، بيكون هيدا نصيب وقدر. يوم الحق محى 4114 يوما من الظلم والباطل.
والله يبقى معك بشكل دائم لميش دياء صحفية العام 2005. كلياتنا مجبرين اليوم نسمع أصوات كتيرة، بس أكيد نحن الناس العاديين، الناس الشعب، الناس البسطة، في صوتين منحب نسمعهم، من صوت العقل وصوت الحب. الليلة هذه بقولهم إنه الفنان نفسية، فالأوضاع اللي مرينا فيها كانت صعبة. أتمنى الله يصبرنا. شكرا لبنان، دمتي سالمة ومحفوظة إن شاء الله. زي ما عبد الجبيل العذراء وأنا كمان. الأزرق ما بيعرف إيش عيني. ميرسي كتير. يساجي دو روبرتو فيا. شرف كبير لإلي إنه للمرة الثانية عم بحمل هالميراكس دور بوجود عظماء لبنان والعالم العربي. شو جديد من ابن الفايز وابن السكيكي؟ هيك بتحكي مع اللي ربتك وسهرت عليك الليالي؟ رح جيب لك باقي الدروس المرة الجاية. أنا بدي أشكر لجنة الميراكس دور. أول شي بدي أشكر جمهور اللبناني والعربي. ومثلما غزا الأرجوان الكون، ولي في الأرجوان حكاية على شفاه الزمان. وتحية من تونس للبنان الفن، لبنان السلام، والسلام عليكم ورحمة الله. وأنا يمكن هالجائزة أتشرف فيها أكثر ما تتخيلوا، وأحب أهديها للشعب السعودي ويعطيكم العافية. حبك حلم، حب البخيل كتير وبحب اللئيم. مرسي كتير، مرسي مني من ولاد ولا ألام، وأكيد من ألام. وانسي أصل الوجع والقهر، بعدما ارتاحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا. مساء الخير، مش عم بتخيل حالي عم بغني لكم موسيقى تصويرية. عزت نفسي ما بتسمح لي، خليك بقلبي بيتك أنا. بتعرفوا من 30 سنة كان في تشالنج بالحياة إذا واحد بدي يعمل كوريغراف أو بدي يعمل رأس. يسعد لي صباحكم، خطرتكم يعني كثير مبسوط اليوم معكم. أنا بعرف كان في طير صغير من شجرة لشجرة بيطير، ربياني بحضني من الوادي. آراء للكل وحرية بالتعبير بسرني ببداية السهرة السابعة إني رحب بأعضاء لجنة الحكم الموجودين معنا الليلي. حاكمة أندية اللايونز دكتور فايات دبوسي، الفنان الكبير روميو لحود، الفنانة فاديا طنب الحاج، الفنان أحسان المنذر، الإعلامية والممثلة هيام أبو شديد حجيلي، الكاتب شكري أنيس فخوري، الممثلة جوليا قصار، المخرج سمير حبشي، الشاعرة نادين الأسعد، المايسترو الأستاذ إليل عليا، المخرج بودي معلولي، والإعلامية النجمة ريما جيم. والإعلامية النجمة اللي عم تقدم السهرة جمانة بعيد كمان بلجنة الحكم، غيبة عنا الليلة.
بس ما كنت غايبة عن النتائج. بونسوار. هذا الشيء واضح كان، وكان في مناقشات طويلة وأرى الأهم شيء أنه قدرنا نتوصل لسهرة ممتعة مثل الليلة بلون الذهب، وإن شاء الله النتائج تكون فعلا مثل الذهب بتلمع. شرف كبير كمان أن يكون بلجنة التحكيم هالسنة، وأني أقدم لأول مرة سهرة الميركس دور والليلة تحت رعاية وزير الثقافة دكتور طارق متري. بدعي معالي الوزير يتفضل والممثلة جوليا قصار يشرفونا على المسرح لتقديم أول ميركس تكريمي لأحد أعلام المسرح والكلمة الحرة والساخرة حتى الوجع. تفضلوا. إذا بتسمحوا لي أعبر عن سروري بأن أقبل في صفوف المكرمين لهالصفوة من المكرمين، وشارككم الاحتفال الحلو. الاحتفال الحلو اللي يبدو لي أنه بمثابة بداية مبكرة لصيف لبناني غني، لصيف لبناني يستضيف أشقاء لنا من بلدان عربية، من المشرق العربي، من المغرب العربي، من الجزيرة العربية، من الخليج. وعبر أيضا عن سعادتي أني كن شاهد، أنا لست راعيا لهذا الاحتفال، أنا شاهد على الحيوية الثقافية والفنية بلبنان، شاهد على الروح الطيبة اللي سادت عملكم المشترك، على الشراكة بينكم. أنا فعلا يعني بشعر باعتزاز وبفرح كبير أنه أكلف من قبل كل هالمكرمين بإني بالنيابة عنه نكرم ريمون جبارة. في بيناتكم هالسهرة واحد عاطل عن العمل مش عم بيلاقي شغل، راح نعلمه الليلة كيف بيطيلع مصاري من دون شغل. صدقتوا له؟ ردوا لي ايه هيدا الرسميل العمى بقالكم، ما فيه يضحك معكم الواحد؟ الصخرة ايد الشمال واجر الشمال، بس بيضل العقل من الصخرة. لا في كتير سياسيين حنين صخرة عقلهم. حلو. بتقول كلمة استاذ ريمون على هالمسرح؟ انا بشكر ميركس ادارة وفنانين وزملائنا، وبشكر الكازينو والال بي سي، بعد بشكر الدويه كمان. شو بدكم؟ انا بالحقيقه هذا المسرح سنه 77 قدمت عليه مسرحيه شربل، وبتذكر رفاقي بالفرقه كنسوا، كان 77 ما فيه شيء، وكنا نجي تحت انابل الاخوه والاشقاء يعني اثنين سوا. بدي أقول شيء، هون بتذكر مرحوم عاصي الرحباني، أنا أخرجت له هو منصور المؤامرة مستمرة، وبقيت مستمرة بعد المسرحية يعني ما قدرنا نعمل له شيء. شكرا ومبروك على التكريم. كل صاحب مهنة بيأدي بطريقة معينة رسالة بالحياة حتى يتكامل المجتمع، يتطور ويتحصن. في أشخاص بيأدوا بالحياة رسالتين
عبر العلم والفن. بدعي حاكمة أندية اللايونز دكتور